شيخنا بارك الله فيك، كذلك يعني هم كل هذا مهد لجعل الناس يقبلون بأي تحريف للدين، تحريف معنى الفتنة، تحريف معنى الخروج. شيخنا بالنسبة للخروج، عودا على بدء الخروج نفسه، يعني هو الأصل في كما ذكر في كتب العقيدة، أليس كذلك؟ الأصل على حكام الجور الأصل هو الخروج. الخروج نقول بأن الخروج هو الخروج بغير حق على الإمام الحق، كالذي كان من الخوارج قاتلهم الله على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. الذي بايعه جمهور الصحابة. نعم. رضوان الله عليهم، هذا خروج بغير حق على الإمام هذا الحق، قولا واحدا. أما خروج الحسين رضي. نعم. الله عنه. نعم. ومثله ما كان من خروج ابن الأشعث وسعيد. نعم. بن جبير وعامر الشعبي وأضرابهم. نعم. على أمثال الحجاج ابن يوسف ومن كان مثله ممن أظهروا الفساد، هذا خروج بحق، هذا خروج بحق. لو ظهر من الحاكم الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان، وكانت لنا قدرة وطاقة على الخروج عليه وخلعه، فهذا واجب، هذا واجب. نعم. الإمام الجائر أيضا الذي صار فساده أكثر من صلاحه وشره قد غلب على خيره، واستطعنا أن ننزعه وأن نريح الناس من شره دون مفسدة أعظم، هذا أيضا يجب علينا أن نخرج. نعم. عليه. نعم. هم يريدون تغيير هذه الأحكام كلها، بل يعني هذا الكلام الآن يعدونه جريمة من الجرائم. نعم. ويعظمونه و يلبسون على الناس بأن يضعوا نصوصا في غير مواضعها، فمثل هذا المسلك يعني يتنافى مع الأمانة العلمية، يتنافى مع الديانة، ثم بعد ذلك فيه مواطأة يعني لأعداء الله هؤلاء ممن يعني غيبوا شرع الله وبدلوا دين الله وأظهروا في الأرض الفساد، ثم فيه يعني خديعة لجماهير المسلمين.